السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المقطع سوف نشاهد كيف صار جينكيز ألازوف بطل في المجموعة الأخطر عالميا، المجموعة التي تضم معظم أساطير الكيك بوكسين، من بينهم جيرجيو بيتروسيان والسيتي شاي ومارات غريغوريان وسوبر بون. وقبل أن نشاهد كيف صار المقاتل المسلم جينكيز ألازوف بطل في مجموعة الموت بسيناريو رهيب جدا، أتمنى منكم أن تدعموا مجهودنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. جينكيز أيازوفيتش ألازوف من مواليد 1993، بدأ مسيرته القتالية سنة 2010 وأنهى خصمه في الجولة الأولى بالضربة القاضية. واستمر بسحق خصومه بالضربات القاضية. وفي سنة 2017 شارك جينكيز ألازوف في البطولة العالمية للكايوان، وفي الربع النهائي سحق خصمه هيروكي بلكمة عدوية مدمرة. وفي النصف النهائي تواجه ضد بيكور وأنهاه في الجولة الأولى بالضربة القاضية. وفي النهائي تواجه ضد المدمر يوتشيرو كايدو. وقبل نهاية الجولة الأولى أسقطه بيسارية قوية. نهض يوتشيرو وانتهت الجولة الأولى. وفي الجولة الثانية استطاع يوتشيرو أن يسقط جينكيز ألازوف. استمر النزال وبدأ جينكيز يضغط بقوة. وفي بداية الجولة الثالثة دارت حرب طاحنة ما بين المقاتلان. جينكيز بدأ يضغط أكثر واستطاع أن يسقط يوتشيرو للمرة الثانية. نهض يوتشيرو ودخل المقاتلان في ملحمة رهيبة. انتهى النزال بقرار الحكام وكانت النتيجة لصالح جينكيز ألازوف. دافع جينكيز ألازوف على لقبه وأنهى خصمه هيناتا بالضربة القاضية. Phenomenal.
وفي سنة 2021 دخل جينكيز ألازوف إلى مجموعة الموت وشارك في البطولة المنظمة من طرف الوان تشامبيون، حيث أسقط خصمه الفرنسي في الجولة الأولى بالضربة الخاضية. وفي النصف النهائي تواجه ضد خصمه جو. وقبل نهاية الجولة الأولى أنهاه جينكيز بلكمة يسارية مدمرة. لم يعطي جينكيز ألازوف لخصومه الفرصة لكي ينازلوه لمدة طويلة، وهذا بسبب رشاقته الكبيرة وردة الفعل الرهيبة. وأهم نقطة التي تساعده في تشتيت خصومه وهو أن جينكيز ألازوف دائما يغير أسلوبه القتالي، صار يلعب باليمين وصار يلعب باليسار، لكن هذه المرة سوف يتواجه في النهائي ضد الأسطورة سيتي شاي. ومن الصعب جدا أن تشتت هذا المقاتل، وجينكيز ألازوف يعلم هذا جيدا، لذلك جينكيز في الجولة الأولى استغل سرعته ليحصد النقاط. استمر جينكيز في الجولة الثانية بنفس استراتيجية وسبب بعض الأضرار لسيتي شاي. وفي الجولة الثالثة بدأ سيتي شاي بالهجوم. تصارعت وثيرة القتال ودخل البطلان في حرب طاحنة. انتهت النتيجة بالنقاط وهذا هو قرار الحكام. فاز جينكيز ألازوف بحزام هذه الجائزة، وفي الطرف الآخر هنالك نزال رهيب جدا ما بين أسطورتين على حزام البطولة الخاص بالمنظمة. وفي هذا النزال التايلاندي سوبر بون نزع حزام البطولة من أنياب الأسطورة جورجيو بيتروسيان بركلة عابرة للقارات. وأيضا دافع على حزامه ضد الوحش المدمر مارات غريغوريان. وفي سنة 2023 تحدد موعد نزال الأساطير جينكيز ألازوف ضد البطل سوبر بون. أتى يوم النزال ودقت طبول الحرب. وقبل نهاية الجولة الأولى بدأ جينكيز ألازوف يضغط على سوبر بون. وفي الجولة الثانية بدأ جينكيز بضغط رهيب جدا. ما
نهض سوبر بون، لكن الجينكيز بدأ يستهدف المنطقة الضعيفة. نهض للمرة الثانية سوبر بون، لكن هذه المرة جينكيز قضى عليه نهائيا. وهكذا سحق جينكيز بطل وزن الريشة ونزع منه حزام البطولة وصار بطل العالم في أخطر منظمة قتالية، وفي الرابع من شهر 8 سوف يتواجه ضد الوحش الكاسر مارات غريغوريان الذي سبق له أن هزم جينكيز سنة 2013، والآن جينكيز على موعد انتقامي، وأيضا يجب عليه أن يحافظ على حزامه ضد هذا الوحش الكاسر. فما رأيكم أنتم يا شباب، ومن تتوقعون الفائز؟ وهل تظنون بأن مارات غريغوريان قد يصبح بطل جديد في الوان تشامبيون؟ المهم يا شباب، هذا ما عندي في هذا المقطع، وهذا هو بطلنا جينكيز ألازوف. أنتم أعطونا أراءكم في التعليقات. كان معكم محمد المحسيني من قناتكم توري، والسلام عليكم ورحمة الله.